Bon, Awatef Haliwa, je suis la maman de Samy Zawel, donc elle est ici sur Paul Claudel. Donc, voilà, je suis venue assister à la fête que vous faites. Donc ça fait que plaisir parce que en fait ça permet aux enfants, à la fois de l'aide d'Iana et tout, donc ça peut que être bénéfique. Mais bien sûr, Kulchi Tbarkallah Zouin, Kulchi Mqad, donc on vous remercie d'ailleurs. Personnellement, pour l'instant, je suis vraiment satisfaite, soit pour la manière de faire, je vois de l'évolution, même les caractères, même le caractère de mon enfant, je vois de l'évolution. Donc ça peut que être bien. Je peux que vous remercier. Salam alaikum, ma'akoum Soumia Jeraoui, responsable maternelle. درنا هذا الاحتفال اليوم بعيد مولد النبوي بالنسبه للوليدات الصغار لا ماتيرنيل. الحمد لله كل شيء داز مزيان، لي بارون كانوا فرحانين ولي زونفون اوسي كانوا فرحانين. بغينا بهذه المناسبه فرحنا الوليدات، درنا لهم يعني نهار ديال الحنة انتم كما شفتوا، وان شاء الله يكون اعوام اخرى ان شاء الله. انا حضرت هنا في هذا الحفل ديال المدرسة ديال بول كلوديل، هي مدرسة جديدة يلاه تفتحت جديد، والحفل كان رائع بالنسبة للمدرسة يلاه جديدة، كان تنظيم جميل، وكنتمنى لهم التوفيق. أنا جدات واحد الوليد كيقرا هنايا في لا غروند سيكسيون، وكنتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم مزيد من العطاء إن شاء الله، وتكون هاد السنة فاتحة خير عليهم، وهاد المناسبة ديال عيد المولد النبوي فاتحة خير على المدرسة وعلى الوليدات وعلى الآباء وعلى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد المصطفى صلوات الله عليه وسلامه. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. نبينا محمد سعدنا بمولده وفرحنا بانتمائنا لأمته، لقد جعله ربنا هاديا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كان أميا لكنه كان ذا فصاحة بالغ، وكان أشد الناس تواضعا، وهو الرؤوف الرحيم ذا النصح التام والشفقة والإحسان. فما عظمه من نبي وما أسماها من صفات ومعاني، عسانا أن نحدو حدوه ونتجمل بصفاته حتى نكون على هديه. في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم هاته، تتقدم مؤسسة بول كلوديل بمديرها العام ومسيريها وطاقميها الإداري والتربوي بأحر التهاني للأمة الإسلامية وللشعب المغربي بخاصة. In the Islamic tradition, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the final prophet of the Abrahamic peace tradition, confirming the monotheistic teaching of the prophets preceding.